توفي الشبري ذا اليحيوي البالغ من العمر 26 سنة بالمستشفى الجامعي بصفاقس. حق الشهيد، حق البطل، حق المفروض. أفادت وزارة الداخلية أنه تقرر بداية من اليوم الجمعة إعلان حظر التجول بكامل تراب الجمهورية. انتداب 5000 عاطل عن العمل. وين صارت الغلطة؟ على غالب الناس كل تغلط ومنا إلا بشر. جدي في صلاح المساجين. سيد مولاي، سيد مولاي، خذوه آخر ورقة. باش نلعبها النقابة الوطنية في كرة الأمن الداخلي قبل الدخول في التصعيد. قبل الدخول في التصعيد. احنا عندنا خطر كبير عندك. واحنا ندلوا هذيك.